أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، ومرة أخرى ننتقل إلى موضوع آخر في برنامج استوديو الرياضة. اليوم تحدثنا عن قوة التحمل، رياضة قوة التحمل. نأتي الآن إلى موضوع الجمباز. الجمباز هنا في قطر، أقام اتحاد الجمباز وقام بتشكيل اللجنة المنظمة لبطولة كأس التحدي العالمية للجمباز الفني بنين وبنات، تستضيفها الدوحة من الفترة من 28 إلى 30 من مارس الجاري على صالة أكاديمية التفوق الرياضي أسباير. البطولة تشهد مشاركة نخبة من أبطال وبطلات العالم في اللعبة، وهذا وقد عقدت اللجان العامة اجتماعات متواصلة انتهت من جميع الترتيبات الخاصة بالبطولة ووضعت الخطط اللازمة لاستضافتها. وهذه البطولة بالفعل مشاهدينا تبرز بحق مدى التقدم الذي أحرزه اتحاد الجمباز خلال فترة قصيرة، وفي نفس الوقت تقام بعد أيام إن شاء الله حفلتي الختام البرنامج الأولمبي المدرسي. للحديث أكثر وتفاصيل أكثر يجمع لنا زميل إبراهيم حددين في هذا التقرير. بعد هذا التقرير سوف نلتقي بضيفنا الكريم إن شاء الله. رسم الاتحاد القطري للجمباز لوحة فنية سجلها في تاريخ المشاركات العربية بتحقيق نتائج متميزة في العمر القصير لهذا الاتحاد الذي تأسس عام 2002، وعمل من حينها على بناء أجيال للمستقبل بإعلانه بوجود مجموعة كبيرة وجيدة من اللاعبين واللاعبات، ليواصل الاتحاد برئاسة علي الهتمي النجاح من بطولة إلى بطولة. وهو يستعد حاليا داخل أروقته، حيث أنهت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للجمباز الفني كافة التحضيرات والاستعدادات لاستضافة البطولة التي ستقام في صالة سباير يوم 28 من هذا الشهر، بمشاركة كبيرة من نجوم ونجمات العالم. وبلغ عدد المشاركين في هذه البطولة 240 لاعبا ولاعبة يمثلون 32 دولة عربية وأوروبية ولاتينية، في مقدمتهم الصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا ورومانيا والبرازيل والأرجنتين وهنغاريا. وستشهد البطولة مشاركة اللاعب الصيني زو هكاي الحاصل على 3 ميداليات ذهبية في أولمبياد بكين عام 2008، وبطل العالم أيضا 3 مرات، واللاعب الصيني دينغ لين الحاصل على ذهبية الفرق في أولمبياد بكين وبطلة العالم أيضا 3 مرات. كما ستشهد هذه البطولة مشاركة اللاعب المجري كريستيان بيكري المتخصص في مسابقة الحصان الحلق، وبطل العالم مرتين وبطل أوروبا 5 مرات، ومرشح أول لأولمبياد لندن هذا الصيف. وأيضا مشاركة اللاعب البريطانية إليزابيث توتيل بطلة العالم 3 مرات. وفي عام 2010 وبالتحديد في شهر مارس نظم الاتحاد القطري النسخة الثالثة لبطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي احتضنتها فعاليات صالة أكاديمية التفوق رياض سباير، حيث تميز اليوم الختامي بمشاركة نجم الجمباز ناصر موسى الحمد في نهائي حصان القفز، وحصل على المركز الرابع. وشهدت هذه البطولة مشاركة خريج سباير الآخر محمود السعدي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى النهائي في مسابقة جهاز الحلق. ويعتبر الاتحاد القطري للجمباز نجمته شادن وهدان بطلة المستقبل، وقد بدأ ثمار إعدادها تظهر بإحرازها ذهبية وفضية في الدورة العربية لتسجل اسمها في قائمة الكبار في البطولات العربية. وحقق منتخب الجمباز إنجازا طيبا للرياضة القطرية عام 2010 بالفوز ببطولة الخليج السابعة للجمباز الفني، وحصد لاعبي العناب المركز الأول على مستوى الفرق، وحصدوا العديد من الميداليات الذهبية في منافسات فوق سن 16 عاما، وحقق العناب أكثر من ميدالية في مختلف البطولات الدولية والقارية. لبرنامج استوديو رياضة تقرير إبراهيم حدادين. بحضراتكم من جديد للحديث أكثر حول بطولة العام للجمباز بالدوحة والبرنامج الأولمبي المدرسي. يسعدنا أن يكون معنا الآن السيد علي عيسى الهتمي رئيس الاتحاد القطري للجمباز ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم وأمين عام الاتحاد الرياضي المدرسي. أستاذ علي أهلا بك، نورتنا شرفتنا اليوم في استوديو الرياضة. وأبدأ من حيث انتهى زميلي إبراهيم حددين الذي تحدث بإطناب حول كأس
التحدي أو بطولة التحدي، وهي جولة من جولات بطولة العالم التي ستقام بإذن الله في الأيام القليلة المقبلة هنا في الدوحة، إلى أين وصلت الاستعدادات إن شاء الله؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم للاستضافة وتسليط الضوء على هذه البطولة وعلى لعبة الجمباز تحديدا. طبعا الاستعدادات احنا يعني انتهينا من جميع الاستعدادات، وجميع اللجان الآن جاهزة لإتمام العمل ونجاح البطولة. البطولة هذه يعني أصبحت من المكاسب للاتحاد القطري للجمباز، وأيضا من مكاسب الرياضة القطرية على اعتبار النجاحات لهذه البطولة وللاتحاد القطري في تنظيمها، والخروج دائما بالصورة المثلى إشادة الاتحاد الدولي بهذه البطولة دائما يعني يعطيها الصدى الواسع والاهتمام من قبل المشاركين. 10 سنوات عمر لعبة الجمباز هنا في الدوحة، وهذه المرة الخامسة التي نرى ثقة الاتحاد الدولي تتجدد في الدوحة مرة أخرى، ونرى فعاليات بطولة التحدي في مع أبطالنا وأبطال العالم أيضا الذين سوف يأتون، والاحتكاك أيضا بلاعبينا. فإلى أي مدى تعود هذه الثقة، وهل هي بالفعل يعني مركز أمان واطمئنان للاتحاد القطري للجمباز، ولا ربما خوف؟ لا أبدا، يعني الثقة اللي اكتسبناها من الخبرات التراكمية اللي مرت على تنظيم النسخة الأولى، الآن احنا وصلنا للنسخة الثانية، ناهيك عن البطولات الأخرى، يعني ما فقط هذه النسخة، الألعاب العربية كانت أيضا نموذج يحتذى به في التنظيم على أعلى مستوى، والصورة اللي ظهرت به الرياضة القطرية بصفة عامة ليس الجمباز فقط، يعني الإتقان فعلا في التنظيم وإخراج البطولات بأعلى المراتب من حيث التنظيم وحسن الإعداد والاستعداد لمثل هذه. أكيد في تواصل بينكم 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 بين الاتحاد الدولي من خلال الشروط التي لربما تباعها في تنظيم هذه الفعاليات. مؤكد يعني يمكن يعني أستشهد ب السنة الماضية في البطولة كان نائب رئيس الاتحاد الدولي حاضر، وأشاد في الختام بكلمة قال إن هذه بطولة قطر من أفضل البطولات اللي يعني ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الدولي، وهذه شهادة من نائب رئيس الاتحاد الدولي، وكذلك رئيس الاتحاد الدولي يشيد دائما بالبنية التحتية الموجودة في دولة قطر، الصالات المتوفرة، طبعا أكاديمية سباير اللي تقام عليها البطولة هي واحدة من الصالات الرياضية الفريدة، يعني التحفة فعلا معمارية تخدم الرياضة وتكون عامل أساسي في نجاح لأي تنظيم يقام هناك. البطولة أيضا مسامعها دائما من المشاركين من حسن التنظيم، أيضا من حسن الاستعداد والأجواء اللي يكون فيها اللاعب يعني مرتاح، فيقدر يعطي ويقدر دائما يعطي أحسن ما عنده. أكيد أكيد بوجود أبطال عالم وأسماء كبيرة وعالمية سوف تكون هنا في الدوحة، المشاركة في هذه المنافسات ستكون الفرصة لربما نقول مفتوحة أكثر أمام اللاعبين الاحتكاك وأخذ الخبرات وكسب الخبرات، أكيد هذا هدف أساسي وأكبر هدف لربما يكون على عاتق الاتحاد القطري للجمباز. مؤكد أن هالبطولة يعني كان لها دور كبير في الارتقاء يعني لاعبين الجمباز ولاعبات الجمباز في يعني عندنا، لأن هي فرصة تتاح للاعب أنه يشاهد أفضل اللعيبة، يشوفهم يحتك معاهم يتمرن معاهم ويشاهدهم ويكتسب الخبرة ويكتسب الثقة من خلال هذه البطولة. النسخ الأولى والثانية والثالثة طبعا هي يمكن النتائج شفناها في البطولة العربية عمر الاتحاد العمر البسيط، لكن النتائج اللي أكبر كانت أكبر نعم من عمر الاتحاد، والحمد لله هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، أيضا بفضل الدعم
اللي تحظى به الرياضة القطرية بصفة عامة. والجمباز أيضا من ضمن الاتحادات اللي ترعى تأخذ الرعاية الكريمة من القائمين عن الرياضة في اللجنة الأولمبية. يعني هناك اهتمام وهناك دعم. الدعم يعني ليس فقط الدعم المادي، أيضا الدعم المعنوي، التشجيع، التحفيز، الاستشارات، التواصل. هناك كثير من الأمور يعني مع مختلف الإدارات في اللجنة الأولمبية. برنامج هذه البطولة لا يختلف عن سابقتها. مؤكد يعني بالنسبة للبرنامج راح يكون يوم 28 تبتدي البطولة في التصفيات البنين والبنات، ويكون 29 راح يكون هناك جهازين نهائي للبنات وثلاثة أجهزة للبنين، ويوم 30 حيكون أيضا جهازين للبنات وثلاثة أجهزة للبنين. أشهر الأجهزة أو أكثر الأجهزة اللي يتميز فيها لاعبونا ولاعباتنا؟ يعني يمكن المتوازي بالنسبة أنا أقول يعني يتميز فيه محمود، ويعني محمود من اللعيب اللي سجلوا يعني بحركة جديدة في الاتحاد الدولي. يعني فمحمود يتميز في جهاز المتوازي، أحمد يتميز في جهاز العقلة، يعني هذا من اللي يتميز. ناصر يتميز في حصان القفز، أيضا مالك في حصان القفز وفي الحلق. والله هم يعني كمجموعة يتميزون كل بجهاز. يعني أيضا البنات الجازي في حصان القفز مميزة، شادن أيضا في حصان القفز والأرضي، وأيضا في عارضة التوازن. ربنا يوفقهم إن شاء الله في البطولة. سيد علي، أكيد توافقني الرأي بأنه لعب الجمباز أو لعبة الجمباز في حد ذاتها ورياضة الجمباز في حد ذاتها لها خصوصية، لها دقة في التعامل. يعني ليس من أتى من هب ودبل ربما أن يدخل في إلى لعبة الجمباز وأن يشارك وأن يتميز في رياضة الجمباز. أكيد هناك لربما شروط أو هناك مواصفات خاصة جدا. أكيد يعني لعبة الجمباز يعني هو مشروع البطل لابد يكون توافر فيه المواصفات، لكن رياضة الجمباز ممكن يلعبها. جميلة جدا الجملة اللي حكيتها، مشروع البطل. فإذا أكيد مشروع البطل، أكيد حضرتك عندك أكيد نظرة لأي لاعب أو لاعبة تتوقع منه بأن يكون نجم الغد أو نجم الجمباز في المستقبل. يعني أنا ما راح أقول لك إن أنا أمتلك ذيك النظرة الثاقبة، لكن من يعني من زياراتنا المتكررة للصلاة هناك فعلا في يعني أبطال صغار لعيبة يعني تتوسمين فيه، لأن يعني طول القامة. يعني اللاعب الجمباز مش بالضرورة البطل يكون طويل، يعني مو راح يلعب سلة أو طائرة طبعا، لكن هو طبعا لربما الليونة في الحركات، طبعا الرشاقة، المرونة، الليونة، التوافق الحركي والتوافق العضلي والذهني، كلها شروط يجب توافرها. اللاعب الجمباز تحديدا يعني يحتاج يعني كل هذه الشروط اللي ذكرناها، ويحتاج في إعداده في صغر سن. يعني الجمباز يختلف عن باقي الألعاب. يعني ممكن أنا أمارس الرياضات يعني وأنا عمري 12 سنة، لكن الجمباز أمارسها وأنا صغير 5 سنوات. يعني هذا يعني أقصى حد يعني 5 سنوات، إلا يكون اللاعب اللي هو عند الفروق الفردية، اللي هو عند المرونة من رب العالمين وعند وجدنا البطل، وجدنا لربما مشروع أو البطل الغد، ووجدنا في كل هذه المواصفات. وأين تتمثل ربما الصعوبة في دول الاتحاد أنه ممكن يصقل هذه الموهبة ويوصلها للمكان المطلوب؟ وكيف يكون التنسيق بينكم وبين أهالي مثلا الطالب أو الطالبة أو اللاعب أو اللاعبة؟ هناك صعوبات تواجه الاتحاد القطري؟ طبعا أنت على شخص لاعب إعداد مثل ما قلنا البطل أو مشروع البطل يحتاج 8 ساعات تدريب يوميا، وهذه من الصعوبة بمكان أنها تتوافر أن 8 ساعات وجود دراسة ووجود ترتيب معين. نعم يعني فلذلك إحنا نحرص على يعني توافر هذه الساعات في المعسكرات الداخلية أو الخارجية في أوقات الإجازات.
أن يكون الحمل التدريبي يزيد عن الفترات اللي هي فيها تمدرس أو فترات الدراسة، نرتقي شوية بمستوانا التدريبي خلال المعسكرات ونبدأ نزيد في الحمل التدريبي وساعات التدريب عشان نصل إلى يعني الفورمة اللي مطلوبة. وخلال طبعا سنوات لاعب الجمباز يحتاج من الإعداد 10 سنوات عشان يكون بطل يقدر يشارك على المستوى الدولي. بالنسبة للبطولات المحلية أو على المستوى الإقليمي هذه يعني في أعمار يعني تحت 12 سنة 14 سنة ممكن يشارك، لكن ما يعني بالنسبة البطولات الدولية يجب أن يكون اللاعب يعني فوق 16 سنة عشان يصل إلى العمومي. ودور الاتحاد القطري للجمباز في برنامج الأولمبي المدرسي هناك أكيد دور فعال، وقياسا بالبرنامج الأولمبي المدرسي في السنة الماضية أو في العام الماضي هناك ارتفاع في عدد المشاركات وعدد المشاركين. مؤكد طبعا الأعداد يعني تزيد بالنسبة للمشاركات، بالنسبة للأعداد المشاركين، بالنسبة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية مقارنة بال إحصاءات السنة اللي مضت أو السنة اللي قبلها نلاقي أن الأعداد قاعد فيه زيادة، وهذا طبعا يرجع إلى الاهتمام بالبرنامج، يرجع إلى حرص المدارس بالمشاركة، رغبتهم في إبراز أيضا المواهب الموجودة في المدارس وإعطاء فرصة للطلاب، تفهم الأهالي أيضا هذا أكيد يعني وتشجيعهم أكيد يعني في نجاح اللاعب أن يصل إلى مرحلة من التوهج والعطاء يجب أن يكون هناك المثلث متكامل، الاتحاد والأسرة والطاقم الفني والتدريبي هذول مع بعض، تواصلنا مع الأسر مع أولياء الأمور دائما ما هو عامل أيضا أساسي في أن اللاعب يقدر يصل، لأن التشجيع يجب أن يكون من أولياء الأمور، تفهمهم لأهمية الرياضة وقيمة الرياضة يدفعهم إلى تشجيع أبنائهم إلى ممارسة الرياضة وإلى حصد المكاسب الحقيقية من وراء الرياضة. بحلول البرنامج الأولمبي المدرسي تكلمنا في البداية عن حفلي الختام الافتتاح طبعا الختام، ولكن نتكلم عن أيضا عن الختام. هناك برنامج معين، هناك مفاجآت معينة خاصة بحفل الختام؟ طبعا بالنسبة اللي راح يكون هو الختام في يوم 4 ويوم 5 أبريل في أسباير، وراح تكون هناك النهائيات. ما بخصوص البرنامج طبعا راح يتم الإعلان عنه وماهية البرنامج، راح تكون صورة أوضح في الأيام القادمة إن شاء الله. الاتحاد القطري للجمباز ولعب الجمباز تصنف في ترتيب 46 كتصنيف دولي، في التصنيف الآسيوي 5 اتحاد، وفي التصنيف العربي 2 وفي الخليجي 1. أكيد نتائج تشرفنا ونتشرف بها كثير يعني أنها تكون وسام على صدورنا، ولكن تكلفنا أيضا مسؤولية أكثر بأن احنا نحتفظ دائما بالصدارة. قبل أن تعطيني هاجس الاحتفاظ بهذه الصدارة وأعرف طبعا ماذا تنوي أن تقول سيد علي، ولكن ما هي الصعوبات التي أريد أن أنوه هنا على العقبات والصعوبات التي تواجه الاتحاد القطري للاحتفاظ بهذه الصدارة وخاصة أننا الثاني عربيا والأول خليجيا؟ طبعا يعني أنا أتكلم عن التصنيف طبعا، والتصنيف أيضا بعمر الاتحاد يعني العشر سنوات هذه، وأنا يعني تصنيف الاتحاد الدولي يضعني في 46 من ضمن 126 اتحاد، أتصور أن هذا يعني شيء كبير بالنسبة لنا، لأن عمر الاتحاد 10 سنوات وإحنا قدرنا أن نصل بهذا التصنيف. على المستوى الآسيوي نأتي بعد الصين واليابان وأوزبكستان و دول آسيوية أخرى، تيجي بعدنا هونغ كونغ، وتيجي بعدنا الصين تايبي، وتيجي بعدنا كوريا الشمالية، والكوريا هذه أعتقد أن دول لا يستهان بها طبعا في الجمباز. على المستوى العربي أن احنا نكون ثاني اتحاد، تصورنا يعني هذا شيء
كبير وإنجاز يحسب للرياضة القطرية وللجمباز بصفة خاصة. يعني على المستوى الخليجي الحمد لله، يعني احنا الآن بالنسبة في التصنيف على المستوى العالمي نحن الأول خليجيا مثل ما ذكرتي، والثاني عربيا، والخامس آسيويا، وال46 دوليا. طبعا أكيد يعني ما جاء هذا من فراغ، أكيد الجمباز مثل ما ذكرت في البداية يحظى بدعم من اللجنة الأولمبية القطرية متمثلة في صاحب السمو الشيخ تميم رئيس اللجنة الأولمبية، وأيضا في سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن الأمين العام. نحظى بهذا الدعم كما تحظى بالاتحادات الثانية. وصلنا ما وصلنا إليه بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، بفضل الدعم، لكن الصعوبات أكيد موجودة، ولا أحد ينكر أن هناك صعوبات تواجه الرياضة. يعني يعني أنا أتمنى أن يكون تكون لي منشآتي الخاصة للاتحاد ككل للعبة الجمباز، تجمع الترامبولين، تجمع الإيقاعي، تجمع الفني بنين وبنات، تعطيني مساحة من الحرية في ماذا تقدم البرامج. صالة ومنشأة خاصة بالاتحاد القطري للجمباز، ماذا توفر من فوائد، ماذا تعطي من أهمية أكثر لأداء وحوصلة الاتحاد القطري وأداء اللاعبين أيضا؟ أكيد يعني راح توفر لي الوقت والجهد ما بين أكون يعني والدعم. يعني وأكيد الدعم يعني إنك تكون يعني انا اعطيك مثل بسيط، يعني بتكون صالات متناثره، يعني احنا الان في صالات من نأجرها من المدارس، ف حتكون يعني المواصلات تكلفني اكثر، لو كان عندي صاله يعني او منشاه تجمع هي حتوفر لي في المواصلات ما ادفعه في المواصلات، حوفر في دعم في للرياضة أكثر، في وجود لي في معسكراتي، في وجود للبرامج في البطولات اللي ممكن أقيمها. يعني هذه واحدة من الأمور، يعني أنا أتمنى يكون للجمباز صالاته ومنشآته الخاصة مثل باقي الاتحادات اللي لهم منشآتهم وصالاتهم اللي من خلالها يستطيعون ينهضون برياضتهم. وتسهل أيضا للجمهور حتى متابعة الفعاليات لما يكون في صالة موحدة أكيد أو مكان أكيد قار نعم خاص بالجمباز، يعني الصالات اللي فيها يعني تم تخزين الأدوات، يتم تفعيل دور المدربين أكثر، وجود الأعداد اللي ممكن تستوعبها الصالات، بدل تكون صالة صغيرة تستوعب أعداد أصغر، لما تكون صالة كبيرة تستوعب أعداد أكبر، ويكون عندي فرصة للاختيار من يعني دائما من الكم أنا أطلع الكيف، فهذه فرصة أن يكون عندي طبعا المساحة الكبيرة عشان يكون الانتقاء أكثر، ويكون فرصة يعني إعطاء الفرصة أكبر لأكبر عدد من اللعيبة أن يشاركون ويمارسون هذه الرياضة. في ختام مقابلتنا معك سيد علي، أتمنى أن أسمع رسالة وكلمات من الأب الروحي للجمباز إلى الأبطال وأبطالنا واللاعبين الواعدين الذين سوف يشاركون بإذن الله تعالى في الأيام القليلة المقبلة في بطولة التحدي وبطولة عالمية تتطلب جهد وتركيز كبير، فماذا يقول رئيس الاتحاد إلى لاعبيه؟ والله أنا أقول لهم يعني كلمة، يعني إحنا وصلنا إلى مرحلة يعني جدا ممتازة في المستوى، طالبهم أن يحافظون على هذه المكاسب على هذا المستوى، وأن يقدمون الأفضل في هذه البطولة. المسؤولية صارت أكبر علينا بعد ما صار هناك إنجاز في الألعاب العربية، وصلنا إلى مستوى ممتاز في على المستوى العربي، الآن نتطلع إلى ما هو أعلى من المستوى العربي، وإن شاء الله يعني الأبطال قادرين على أن يكونون في المستقبل
أن يكونون أيضا يعني على منصات التتويج إن شاء الله. إن شاء الله. سيد علي عيسى الهدبي رئيس الاتحاد القطري للجباز ورئيس علي أحمد ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم وأمين عام الاتحاد الرياضي المدرسي، أشكرك جزيلا لكم سيدي يعني وجودك معنا في استوديو الرياضة. نتمنى نشوفكم بعد تحقيق النتائج المرجوة في كأس التحدي إن شاء الله وبطولة التحدي ونتائج مبهرة للاعبين ولاعباتنا بإذن الله تعالى إن شاء الله. مشاهدينا أشكر لكم جميل المتابعة والوفاء دائما لاستوديو الرياضة، في أمان الله وإلى اللقاء.